بلشت ألعب مع مدرستي، ومن هناك كوتش الفوتبول تاع المدرسة صار يحكي لي إنه ليه ما تجربي للمنتخب. ومن وقتها إنه اتجهت لهناك، وأخوي كان أكبر داعمين لإلي بهديك الفترة، صار يحكي لي إنه لا، إنه ضلك ورا الإشي اللي بدك إياه. حسيت قدي شغفي اتجاه هاي اللعبة عم بيزيد كل يوم بيوم، وكل تمرين بتمرين عم بتعلم أشياء جديدة، شخصيتي قاعدة عم تتطور كل يوم، وأهلي كان عم بيلاحظوا هذا الإشي فضلهم معاي طول الوقت. وجديد من لما عرفنا نلعب كأس العالم السنة الماضية اللي تجمعنا وبلشنا، كنا نفس البنات، كنت كثير مبسوطة. بلشت تحضيراتنا وكلنا كنا حاطين بالنا هدف واحد، اللي هو إنه نرتفع لأكثر مستوى بنقدر نرتفع له قبل كأس العالم، مشان يعني نظهر بأحسن صورة قدام الجماهير وكل حدا.